على طريقتها الخاصة. أما المكان فإن أوكيعات كان ملعب الأولمبي بالمنزه ولغصة مدارجه بأحباء الفريقين رغم البث المباشر للمقابلة. العناصر اللي أكيد وأنها ساهمت في تصعيد درجة صعوبة اللقاء قبل انطلاقته. ملاعبي الأفريقي كانوا متفائلين قبل انطلاق المقابلة. المقابلة صعبة شوية فهمت، ونحن حضرنا معناتها كما يلزم وإن شاء الله معناتها ربي يجينا في السوق. والناس الكل مستاهم باش تعطي الماكسيموم اللي عندها باش نربحوا. وممرنهم كان واثق أكثر من اللازم في فريقه. نعرفوا فوجو بور لا غاني سي ديفيرون. وعلى عكس الأفارقة اختار أبناء الترجي شعار الصمت ورفضوا الكلام والإدلاء بحتى كلمة، ربما من أجل التركيز أو بالأحرى لأنها توصيات أو لأنهم خيروا أن تكون الإجابة عبر الأقدام. والممرن خالد بن يحيى وبعد أكثر من محاولة اتكلم باش ما قال حتى شيء قبل المقابلة. سي خالد هو الدربي اليوم كلمة صغيرة طول الماتش مازال ما بديش، ما عندي ما نحكي تو بعد الماتش عن النجم يعني حضرته اليوم اللي حضرناه تو تفرجوا فيه في الطيران. بن يحيى اللي في اول دربي يشرف فيه على الترجي عول على كل من الزوابي لاول مره كاساسي اللي يشرك قائد فريق خالد بدره حكيم النويره سراج الدين الشيحي بشير الصحباني وليد العبدلي فيصل بن احمد بن اكوا حسن الجيرسي وهداف البطولة سامي العروسي. اما الممرن سيرافان فانه قدم نفس التشكيلة لواجهة النجم المتكونة من ببكر الزيتوني محرز بن علي رزقي عمروش محمد الحمروني سمير السليمي لسعد الحنيني حمدي المرزوقي واجا عصام عبد الحق بالحسن العلوي ومهرز ديري. لينطلق اللقاء تحت إدارة ثلاثي التحكيم الإيطالي ستيفانو براسكي فيتشينزو رايولا وإيفيزيو بينا. في الشوط الأول وعلى عكس ما كان منتظر ما كانش البداية في حجم قوة الفريقين، ربما لأن كل فريق كان يفكر في النتيجة أكثر من الطريقة، وظهروا الفرق الاثنين وكأنهم متخوفين من اللقاء ورافضين للمجازفة بالهجوم وحلان اللعب، وهذا ما خلى أول فرصة جدية يشهدها اللقاء ما تحصل إلا في الدقيقة 14 عن طريق الشيحي واللي كانت بمثابة الإنذار، إنذار تلا الهدف الوحيد اللي حصل في المقابلة واللي اختطفه سامي العروسي بعد دقيقتين. هدف وإن أعاد الثقة وعطى شحنة معنوية لأبناء خالد بن يحيى اللي أصبحوا شبه متأكدين من أنهم قادرين على إعادة سيناريوهات المواسم الفارطة، فإنهم بعثوا أوراق المرمي الإفريقي اللي رغم قيامه بزوز تغييرات الحاج علي مكان الحمروني ورويسي مكان عبد الحق فإن فريقه عجز على إيجاد الطريق المؤدية إلى شباك الزوابي. أما الجانب التكتيكي فإنه باش يحدثنا عليه الممرن أحمد الذيب. الفريقين لعبوا 3-5-2 من الناحية الهجومية، وقت اللي تتفك الكورة ترجع الفرق الكل تولي 5-3-2، هذه من ناحية الإفريقي ومن ناحية الترجي، ما عدا الترجي وصل تسيطر نوع ما بدخول الشيحي في وسط الملعب نوع ما تسيطر على خط الملعب. فيما يخص الإفريقي اللعب نتاعها كان نوع ما الهجوم الدفاع ما يطلعش بالسرعة يحاول الهجوم يصير نوع ما من فراغ، يتلزموا بعض لاعبين يلعبوا الكرة العالة اللي محسوب الكرة الكل لمه من الهيشة اللياقة البدنية وشوفها، خاصة لاعب الترجي كان في كل مباراة سوق الكرة، وهذه ما نحن نحلوه مدربين الانطلاقة وفي كل
الكرة هما يمكن نوع ما خاصة في وسط الملعب يمكن تكون من ناحية الجمالية ولا من ناحية الفرجة ما وداش وعود، ولكن من ناحية اللعب والانطلاقة وكل لاعب أعطى اللي عنده في الشوط الأول. زيد زين طبعا مازال شارع بالهجوم مازال نشجع وقت بس نجم نتمنى على النتيجة ونتمنى على الانتصار ديالنا. كلام سامي العروسي كان فيه دليل على أن الترجي عازم على الخروج بنقاط المقابلة رغم أن النتيجة ما تغيرتش في الشوط الثاني. بعد ما عرف الترجي بل المرمي الشاب خالد بن يحيى كيفاش يحافظ على تفوق فريقه بطريقة إذكية، أكد من خلالها أنه يمكن في الممرنين الكبار رغم تجربته القصيرة في عالم التدريب، طريقة يوضح لنا أكثر الممرن الوطني السابق حميد الذيب. مسار التغيير في الإفريقي وخاصة النقطة الأساسية هو السرعة في اللعب، ما صارتش الكورة أن تطلع من الدفاع للهجوم إلا باطية، وهذه في الكرة ما ينزلش، وهذا اللي نجح فيه الترجي. هذا الضغط على كل لاعب وعارفين على كل درسون الترجي في الربع ساعة والعشرين دقيقة الأخيرة ولو حبوا يكسروا في سرعة مسك متاع اللاعب يستحضر على النتيجة. النادي الأفريقي دخل الكارتة متاعه الأخيرة بعد ربع ساعة أي التواتي، ولكن ما كانتش لعدة عوامل، الغلطات هما والكرة بعد ما طلع ضربة الجزاء الكرة كل عالية الكرة كهارة في بخص اللي كان بطل العيشي وخاصة الشيخ اللي كان لعب لعبة كبيرة في التاريخ. موجود ما بين الأجوار ما تعرفش تضرب مالها، ولكن زيادة كله قليل في التاريخ ديما الشالنجور اللي ملوطه هو اللي يربح، وهذا يمكن فيه 30 سنة نعرفه وعنا إحصائياتنا وعنا أمورنا. أما بلغة الأرقام فإن المقابلة كانت على النحو التالي: تصويبات 4 على 10 مقابل 3 على 7، الهجمات على الأجنحة 15 للترجي 13 للإفريقي، المخالفات داخل 20 متر 2-2، الركنيات 7 للترجي مقابل لا شيء للإفريقي، التسلل 1 للترجي مقابل لا شيء للإفريقي، الإنذارات 3